باهي أصدقائي، الفيديو السابق شفنا كيفاش تعاملوا مع الفيو والكوبي وشنو الفرق ما بيناتهم. تو وصلنا باش نحكيو على الشيب والري شيب. أوكي، شيب والري شيب، يعني واضحة الشيب شو معناها والري شيب شنو اللي هي عكس الشيب. أوكي باهي، خلينا ناخذ اكزامبل مع بعضنا. مثلا باش نعملوا اري، مثلا ماي اري بسميوها ماي اري، وباش نحطوا فيها اري ام بي دوت اري كالعادة، وهذا كل تعلمناه قبل، يعني مش جديد علينا. 3 4 5 6 7 8 9. اوكي باهي، نحبوا نطبعوا الاري نتاعنا مثلا ماي اري ونعملوا لها برنت، وهذا كل مش جديد، وهذا كل شفناه من قبل. اوكي نعملوا ران ونشغلوا كالعادة انو يتبعها. باهي، خلينا نعملوا دوت انديم. انديم انديم اللي هي اختصار شنو نمبر اوف دايمنشن. اوكي باش نحبوا نطبعوا الدايمنشن تاع الاري هذيك. كيف كيف زاده باش نستعملوا اول حاجه هي الشيب. شيب اوكي، ونقوموا باتباع. ايش نشوفوا مع بعضنا ران شنو باش يعطينا. كيما تشوف لهنا يعطينا انديم، يعطيها لنا اللي هي 1 دايمنشن. اوكي، وبعد يعطينا في السطر هذا اللي هو خاص بالشيب، يقول لنا اللي هي متكونه من 9 اليمنت، متكونه من 9 عناصر. اوكي، متكونه من 9 مدخلات لهنا اللي هما الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. اوكي، هذا هو اش معناه الشيب، انه يعطينا قداش كم من اليمنت من داخل. اوكي، كم من اليمنت من داخل. به خلي نغيروها هذه، نخليروها تو دايمنشن مثلا. تو دايمنشن، نقوم بعمل نسخ لهذه ولصقها لهنا، ونحب نغيروها تو دايمنشن. اوكي، ونعاود نقوم باتباعه ونشوف شنو مش يعطينا. باهي ران شوف لهنا شنو عطانا، عطانا اللي هي تو دايمنشن هكا ولا باهي. في الشيب لهنا تغيرت مع الوان دايمنشن، مش كيما هكا يعطينا 9 كهو. اوكي، لكن لهنا تغيرت عطانا 2. شنو هي 2؟ انه يقولنا الاري هذيا متكونه من زوز اري، هايك الاري هذه الكبيره، هايك الاري هذه الكبيره متكونه من تو اري، متكونه من تو اري، وهاكم التو اري قام بتباعتهم، وكم من اليمنت متواجد؟ هما 9 اليمنت متواجدين في كل اري، متواجدين 9 في كل اري، متواجدين 9. يعني كم من اري عندنا 2، وكم الاليمنت في كل اري؟ 9 اليمنت. باهي خلينا نكمل نغيروها 3 3 دايمنشن مثلا، نغيروها 3 دايمنشن. طبعا باش نعملوا نسخ لهذه الكل، باش نعملوا فاصله ما بيناتهم، وطبعا نحطهم الكل في اقواس كبيره، اقواس كيما هكا. اوكي، ونجيو نطبعو. شنو يعطي هنا؟ يقولنا 2 عندنا 2 دايمنشن، ها هما 2 اري، ها هما 2 اري كبار، ها هما 2 اري كبار. اوكي، وفي وسطهم شنو موجود؟ موجودين كيف كيف 2 اري، ها هما 2 اري، الاري هذيا والاري هذيا. اوكي، وكل اري شنو متواجد في وسطه؟ موجود في وسطه 9 اليمنت. باه يقول القائل يا بابا بالله دخلتنا بعضنا، كيفاش نجم نعرفها بالعينين من برا هكا اللي هي 2 دايمنشن ولا 1 دايمنشن ولا 3 دايمنشن ولا 4 دايمنشن؟ انت خاطر احنا بحكم نستعملوا في بايت شارم، كان جينا نستعملوا في الفي اس كود، الفي اس كود فيه كل اكستنشن نقوم بتنصيبهم، ساعات تعطينا الاقواس ملونين نجم نفرقوا ما بيناتهم. لكن بالنسبه مادام نستعملوا في بايت شارم، احسب الاقواس مهنيه بالعين، راني يعني باين. اوكي، انا بالعينين باينين 3 اقواس يعني 3 دايمنشن. اذا زوز اقواس 2 اقواس كهو، قلت اقواس البراكتس عفوا نسمي فهم اقواسا، القوس هذا من شكل من او في شكل مربع هكا اللي هو تسمى براكتس. اوكي، كان فما 2 راهو هذاك 2 دايمنشن، اذا فما 3 راهو هذاك 3 دايمنشن. اوكي، وهي هيك تجي تكبر في الصوره اكثر شويه لو تظهر لك الصوره. تفضل اهو عن الاري هذيك الكبيره. اوكي، على الاري هذيك الكبير. باهي شنو قلنا؟ قلنا فيها 2 هايك 2، اول وحده تبعها لنا اللي هي 2، 2 هذه هايك 2 هذه اللي فيها 2 اري، عندنا 2 اري، الاري هذه والاري هذه. اوكي، بعديك اش قلنا؟ قلنا 2 هذه اللي هي خاصه، 2 هذه الوسطانيه اللي هي كل اري من هذوما، كل اري من هذوما فما 2 اري اخرين. اوكي، هاهم اللي هما هذوما الزوز من داخل، وكل وحده كدش متكونه من اليمنت، متكونه من 9 اليمنت اهو. اوكي باهي، هذا بالنسبه للشيب. ايش نشوفوا مع بعضنا؟ الري شيب. الري شيب اللي شيب، الشيب واضحه شو معناها وفسرناها. باهي بالنسبه للري شيب من اسمها باين اللي هي عكس الشيب، عكس الشيب. مثلا انا باش نجي هنا نعمل ماي اري دوت ري شيب، طبعا باش نعمل فاريابل
باش نعمل فاريبل مثلا نيو اراي بسميه نيو اراي ايكوال ريشيب. واضح؟ به بالنسبه للريشيب هذه باش تاخذ نفس الفاليو اللي نحطوا فيها مذوم من داخل باش ناخذوهم كما هم. باهي، عندنا اول حاجه نجم ناخذ بارامتر معروف ياسر اللي هو ناقص واحد. اذا عملنا هكا ناقص واحد، مررنا لها ناقص واحد ريشيب، تغير ترجع حالنا كما هي وان دايمنشن كهو، ترجع حالنا وان دايمنشن. والدليل على ذلك اجي نعمل برنت لو نيو اراي ونطبعه، شوف شنو مش يعطينا. ايوا اوا تهان زي طبعا ثلاثه ذي هي يقصدنا قداش من دايمنشن، عطانا من الاولى اللي هي ثلاثه 3 دايمنشن كما قلنا، هذه 3 دايمنشن وبالاقوى بالبراكتس هذا ما تنجمش تعرفها، 3 براكتس يعني 3 دايمنشن. بعديك عملنا ريشيب ناقص واحد رجح لنا واي دايمنشن. اوكي، رجح لنا وان دايمنشن. باهي، خلينا ناخذ الاري هذه نتاعنا مثلا، ناخذ وان دايمنشن الاري ناقص واحد كما قلنا رجح لنا وان دايمنشن. باهي، خلينا ناخذ الاري جديده 2 3 عفوا 4 5 6 7 8 9 9 مثلا. اوكي، باهي، وهذه اللي نحبوا نعملوا لها ريشيب. ريشيب اوكي، مثلا نحطوا نقوم بوضع مثلا نحبوا نخليوها هذه تولي 2 دايمنشن، تولي 2 دايمنشن. اوكي، باهي، مثلا باش نعمل باهي خلي 9 هذه تولي 8. تو نقول لكم علاش نحيد 9، تو نوريكم علاش. مثلا باش نقول 2 تتكون من 2، وكل كل الري متكونه من 4، كل الري متكونة من 4. أو كان تحبوا نطبعوا هذه نخلوها لهنا ونحبوا نغيروا، باهي نرجعوا هذه مش مشكل، يعطي هنا الري من اللي قداش فيها اللي هي وان دايمنشن. وبعديك نحبوا يطبع لنا هذه شنو باش تولي بعد الأمر اللي كتبناه لهنا وكيف كيف تباعتها في النيو الري. كيف ما تشوف لهنا، لهنا من اللي سطر لون يعطي هنا اللي هي الري هذه الماي الري كتبعناها من اللي وان دايمنشن هكا ولا. بعد كعملنا ريشيب لهنا، كعملنا ريشيب شنو قلنا؟ قلنا لهنا في السطر هذا برنت نيو الري اللي هي هذه كعملناها ريشيب ولا 2 دايمنشن، والدليل على ذاك وغير هنا ريت كيفاش التغيير ولا 1 2 3 4 و 5 6 7 8. باهي، خلينا نجربوا نعملوا لهنا 5، نجربوا لهنا نغيروا هذه من كانت 4 نبدلوها 5، هل يشتغل او لا؟ طبعا باش يعطينا ايرور. علاش باش يعطينا ايرور؟ باهي مش مشكل، خليك شويه باك تو نفسر لك علاش باش يعطينا ايرور. نبدلو مثلا 3 ران، كيف كيف باش يعطيني ايرور. باهي، نغير مثلا 2 2 ونشوفو طبعا كيف كيف باش يعطيني ايرور. علاه؟ على خاطر احنا نطلبوا انه باش يعمل لنا 2 اراي، وكل اراي باش يحط فيها 2 زوز عناصر، يعني كي باش نضربوا 2 في 2 قد باش تجي؟ باش تجي 4، واحنا قداش من اليمنت عندنا؟ عندنا 8، يعني ما نجموش نحطوا كل اراي باش نحطوا فيها كل اراي باش نقوم بوضع في وسطها 2 اليمنت كل زوز عناصر، واحنا عندنا لهنا 8، يعني فما وحدات باش يبقاو فارغين، لكن حطوا لهنا 4 يشتغل. علاش؟ على خاطر قلنا له تو اراي وكل اراي باش نحطوا فيها 4، هاي 1 2 3 4 وعندنا لهنا 5 6 7 8. اوكي، باه خلي نكملوا ناخذوا مثلا باه يقول قاي كيفاش نعرفها انا قداش من اليمنت باش ياخذ؟ ديما ريت الاليمنت هذا الاخراني هو قداش موجود في الاراي نتاعنا. باه تضربوا في قداه؟ تضربوا في اللي قبله، تضربوا في اللي قبله هذا. كي تضرب 4 في 2 قد تجي؟ 8، هكا هو يتقابلوا. اوكي، مثلا تستعمل 3 3 مثلا 3 3، هل تشتغل 3 في 3 قد بتجي 9؟ طبعا ماهيش باش تشتغل عليها خاطر عندنا ويت اليمنت، عندنا 8 اليمنت هكاهو. خلينا نزيدوا واحد لك التسعه اللي فسخناها هذيك قمنا بحذفها، نزيدوها ونجربوا لهنا شوف شنو مش يعطينا. انا غير هان. اوكي، وطبعا هذه تسمى 2 دايمنشن، هاي بدات جزء قواس يعني 2 دايمنشن، يعني مش بالضروره فيها 3 هكا يعني تسمى 3 دايمنشن. راه مش هذا الدايمنشن، الدايمنشن اللي هو كان زدنا عملنا قوس اخر لهنا وعودناه هذه وحطيناهم الكل في اقوى في براكتس كيف كيف، راهو هذاك تسمى 3 دايمنشن. اوكي، باهي، خلينا نجربوا هذه ونقوم بوضعها مثلا، زينوا نكبروا فيها شويه 10 11 12 13 14 15 16 مثلا. نحبوا نغيروها هذه مثلا، نحبوا نغيروها 3 دايمنشن 3 دايمنشن. باهي، اول حاجه شنو نعملوا؟ قلنا مثلا مش نعملوا 3. باه يقول قاي تو اللي قبلها كي خلينا 2 اليمنت وضربناهم في بعضهم وكل شيء فهمناها. باه وتو كيف كيف زاد ريت هذايا الاخراني باش تجمع هذوما الزوز، الزوز هذوما الواله وباش تضربوا في هذا الاخراني 3 في 3 3 مع 3 قد ايه؟
جي 6، 6 في 3 قد ايه؟ 18. زعما تشتغل هذه ماهيش باش تشتغل، نعمل ران طبعا مش عطينا ايرور. اوكي مثلا ايش نغيره واحد اخر، مثلا نقول لهنا 2 ولهنا 2. شنو معناها هذه؟ يعني تو الريك بار، تو الريك بار. اوكي كيف كيف زين نغيره هذه؟ 2 في 2 مع 2 قد ايه بتجي 4، و4 في القداش نلقاو 16. 4 في القداش هي 4، هاي 2 في 2 مع 2 هي 4، هك 4 في الاربعه خديها هي 16. شو معنى هذه؟ باش ياخذ لنا تو الريك بار، تو الريك بار. اوكي حتش لهنا هم تو الريك بار هكا. اوكي هكا باش ياخذهم تو الريك بار، يعني مش بالاليمنت هذاكم طبعا، فهمت؟ تو نطبعوها نوريكم كيفاه، خلينا نطبعوها نوريكم. هاي ران يعني اشتغلت. شنو عمل؟ واحد 3 دايمنشن، هاي كيما تشوفوا 3 دايمنشن، بعدين ماخذين 3 بارامتر، خذيت 3 بارامتر هكا ولا 3 دايمنشن. اوكي عطات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16. نفسروها كيفاه؟ 2 عندنا تو اري، اهم تو اري عندنا اول حاجه تو اري هكا ولا كل اري شنو فيها؟ فيها تو هكا ولا هاي الاري هذه اليونانيه فيها تو، وكل الاري هذه فيها تو كيف كي عفوا الاري الاولانيه هذه فيها تو اري، هاي الاري هذه والاري هذه كيف كيف هذه زاد الاري هذه شنو فيها؟ فيها تو اري، فيها الاري هذه وفيها الاري هذه، طبعا القوس هذايا نقصد هاي الاري هذه، فيها الاري هذه وفيها الاري هذه، وكل اري خدش متكونه، متكونه فور اليمنت. اوكي باهي خلينا نزيد نغيروا الشكل نتاعها شويه. مثلا مثلا نحط هذه 4، استنى 4 في مع 2 نخلو هذه 4 كيف كيف، 4 مع 4 جي 8 وهذه نخلوها 2. زعما تشتغل هكا طبعا تشتغل، لخاطر 4 مع 4 باش نلقاوها 8 مع في 2 باش نلقاو 16. لا ما اشتغلش، في خطأ لهنا. 4 مع 4 هي 8، 8 في 2 16، طبعا ما هوش يشتغل هنا لانه شنو عملنا احنا. طبعا ما هوش يشتغل هنا لخاطر شنو عملنا احنا، خاطر هكا احنا شنو نشتغلوا؟ طب احنا نشتغلوا على 3 دايمنشن. اوكي واخش احنا شنو مرنا لهنا، يعني طبعا ما هيش باش تشتغل هنا خاطر هي 3 دايمنشن، واحنا شنو عملنا؟ يعني باش ناخذوا 4 اري، 4 اري واضح، وكل اري باش تكون فيها، وكل اري باش تكون فيها 4 اري من داخل، وكل الري من داخل فكر في وسط الفور كل واحدة باش نحطوا فيها 2. طبعا هذه ما تشتغلش على خاطر هذه فور الري وكل شيء، وما باش تشتغل نحن نشتغلوا على 3 دايمنشن. اوكي باهي خلينا نقصوا لهنا لل 12، ال 12 باهي كيفاش باش تكون هذه؟ هذه 2 وهذه 2. استنى لحظة. اوكي مثلا نحبوا نعملوا بو 6، 6 و1 و1 هكا تشتغل. نجربو ران، لا خطأ، 6 و1 و1 طبعا ما يشتغل تشتغل لخاطر عنا 6 لهنا، اذا باش نحطو 6 6 هكا خلينا نقسمها وحدنا لحظة، 1 2 3، يعني احنا شقلنا بكل واحدة باش تكون من 6، كل واحدة باش تكون من 6، 6 4 5 6 واللي من بعدها 1 2 3 4 5 6. اي أيوة وهذه تو ما تجيش بالطبيعة طبعا ما هيش باش تشتغل، اللي هي شنو تشتغل معاها؟ 4 2 3 هكا، 2 2 شنو انا كل واحدة باش تاخد تو اليمنت. اوكي عنا تو اري وكل واحدة فيها 3. لا استنى لازم التجربة هذه باش تجربها لازمك، اش عطانا خطأ على السطر هذايا؟ راه هو راه السطر هذايا هو اللي عطانا خطأ عليه. اي تشتغل هذه 2 عنا تو اري، تو اري هكا وكل اري فيها 3. اي اوكي تشتغل هي كل اري فيها 3 وعندنا كل الري من داخل فيها 2 element. اوكي يعني لازمك تجربها وحدك، راه كيما قلت ما تنجمش تجرب، راه تمشيش تكتب عدد اكبر لهنا، تبدا انت 3 dimension وكاتب لهنا 4 طبعا ماهيش باش تشتغل. كيفاش باش يقسمها لك ولا 4؟ كيفاش باش يقسمها لك ولا 4؟ وزيد كاتب له في الوسط مثلا هنا 3، يعني هو باش يقسمها لك على 4، باش يكتب لك في وكل الري باش يعمل لك فور الري، معناها اول حاجه باش يعمل لك فور الري هكا، وكل الري باش يزيد يقسمها في 3.
وكل شيء، وبعد كل اري باش يحط فيها تو اليمنت. طبعا ماهيش باش تجي صحيحه، ماهيش باش تشتغل اكبر برشا. وانت قداش من عندك من اليمنت؟ انت عندك 12. اوكي، لازم ديما تقوم هذايا تضربه في المجموع بتاع ذم الزوز، وطبعا لازم هذايا يكون اصغر من الدايمنشن، اصغر من الدايمنشن بتاع الاري، اصغر من الدايمنشن بتاع الاري، ما تاخذوش اكبر. هكاك نولوا نزيدوا فاصلة أخرى ونزيدوا رقم آخر إذا باش تاخد 4 دايمنشن. أوكي، هذا هو الفرق ما بين الشيب والري شيب. كيف فسرنا في أول فيديو النقص واحد، تحدثت عليها النقص واحد اللي هي ترجعنا الأري كيف ما هي 1 دايمنشن، هي أصلا 1 دايمنشن. أوكي، إن شاء الله تكون استفدتم من الفيديو. إذا عجبك الفيديو أعمل كومنت باهي، وإذا عندك استفسار نجم تحطه في الكومنت ونجاوبك في أقرب وقت. يلا إلى اللقاء، وماذا بيه الناس تجرب، ماذا بيه الناس تجرب، ما تشاهدش بعينها كهو وتحب تفهم. طبعا لازمك تجرب ولازمك تغلط، هاي البرمجة ككهرباء، البرمجة ما تتعلمها إلا ما تغلط، ما تغلطش ما تتعلمش. أوكي، ما تتعلمش راو ما تغلطش ما تتعلمش. أوكي، لازم تغلط، لازم تغلط باش الخطأ هذاك، خاطر احنا نتعلموا من الأخطاء. أوكي، اذا ما غلطتش ماكش باش تتعلم، زايد لازم تغلط باش المره الجايه تولي ما عادش تطيح فيك الخطأ هذاك. يلا الى اللقاء.